بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أرحب بكم كوزارة التربية أو قادة التعليم في العراق. هاي مسؤولية كبيرة وشرف كبير أنه الإنسان يستعيد أو يورث مسؤولية التعليم. منذ آلاف السنين العراقيين هم أول من علم العالم القرطاس والحرف والكلمة، واليوم عندنا مسؤولية. اليوم محو الأمية الدولي، هذا اليوم اللي نحتفل به من شأن تعزيز كل قيم حقوق الإنسان في العلم والتعليم. نعم، مع الأسف الشديد في هناك نسبة محو الأمية في العالم كبيرة، ولكن المؤسف إلا أنه في بلد مثل العراق اللي يمتلك هذا الأرث التاريخي الحضاري اللي علم العالم الكتابة والكلمة أن يكون فيه نسبة الأمية عالية. العراق قبل سنين كان واحد من أفضل دول المنطقة أو العالم الثالث في معالجة محو الأمية، ولكن في السنة الأخيرة مع الأسف الشديد نسبة الأمية ارتفعت عندنا، وهذا غير مقبول وغير معقول كذلك. هناك أميون في الأرض نعم، ولكن من غير مقبول أن تكون أمية في بلد صنع القرطاس والقلم قبل آلاف السنين. علينا أن نتعلم من هذه التجربة. عراق، عراق الحضارات، لابد من صناعة آلية لمعالجة هذا التحدي. نحتاج إلى صناعة التعليم يليق بالعراق وبالعراقيين ويليق بهذا التاريخ الكبير الذي علم الكتابة وعلم الحضارة الإنسانية. يؤسفني أن أقول أن الحكومات السابقة لم تهتم كثيرا في التعليم في التربية، والدول لا يمكن أن تبنى بدون وجود نظام تعليم. مقابل اختفاء التعليم هو الجهل والتخلف الذي يصنع بيئة خطيرة للتطرف. أقول بكل صراحة هناك كان تقصير كبير من قبل الحكومات السابقة في التعاطي مع التعليم، ويحس في قلبي عندما أقارن موازنات العراق في السنين الماضية في مخصص التعليم شيء مخجل. المطلوب تكون موازنة التعليم عندنا موازنات عالية جداً تليق بالعراق وتليق بمسؤوليتنا في إدارة البلد. العراق في نسبة زيادة سكانية سنويا تقريبا 1,250,000 نسمة سنويا. هذا شيء يطلب مسؤولية، تهيئة المدارس، الصحة، الخدمات. هناك تقصير واضح في التعليم وسبب هذا الجهل وسبب هذه الأزمات وسبب كذلك القبول بالأفكار الخاطئة التي انتشرت في بلدنا بسبب الحروب العبثية على مدار 17 سنة، من الوجع، من الحروب العبثية، من الفساد، أنتجت بيئة معقدة مع اختفاء الاهتمام في التعليم في الصحة. حتى نبني الدولة نحتاج نبني جيش قوي، نحتاج نبني قضاء قوي، ونحتاج تربية وصحة. هذه الأضلع الأربعة، أضلع يختفي معتها تختفي الدولة. فهناك تقصير. أعتذر أنه الموازنات السابقة في الحكومات السابقة هي مو مسؤوليتي، ولكن يجب أن أعتذر كمواطن عراقي يتحمل المسؤولية اليوم أنه لم يكن العراقيين نال نصيبهم العادل فيما يخص التربية. أعتقد اليوم عندنا فرصة. الأمية أصبحت مو فقط في القراءة والكتابة، أصبح وعدم استخدام التكنولوجيا والتعليم الإلكتروني هم راح يجي جيل المئة عاطل يعتبرهم أمي، قد يقرأ ويكتب، ولكن عدم التعاطي فإحنا أمام تحديات. لا نريد أن ندخل بمتاهات التخلف والجهل وعدم التفكير في المستقبل. يجب أن نفكر في المستقبل. المستقبل يتطلب وضع اجتماعي أو أمن اجتماعي بوجود مجتمع متعلم يؤمن بالعلم ويؤمن بالتعليم وبالثقافة. هدفنا بناء عراق ذو قيمة
يليق بسمعة العراق وتاريخ العراق الطويل. نحتفل بهذا اليوم احتفال غير كافي، ولكن يجب أن تكون هناك خطوات عملية لتذليل المعوقات أمام وزارة التربية. نحن جادين بالبناء وجادين بأن في موازنة 2022 تكون هناك حصة كبيرة لوزارة التربية لكي تقوم بدورها، وبالخصوص عندنا نقص في المدارس. مع الأسف الشديد بعض القرارات الخاطئة بتنعكس عليكم وتحملكم مسؤولية ثقيلة جدا عندما يتم تعيين ناس وشباب فقط لكي يتم تخديرهم وينطون وظائف في خارج إطار اختصاصهم، وكأنما التربية والتعليم مهنة بسيطة من غير لائق. أن الحكومات المحلية، الحكومات السابقة، كانت كأنما من يبحث عن فرصة عمل تعال عينا في قطاع التربية، ومرور الزمن شاهدنا مشاكل حقيقية في الكادر التعليمي. نحتاج من هنا دعم الكادر التربوي، ومن هالمنطقة أحيي جميع التربويين، جميع المعلمين والمدرسين في وزارة التربية، وأقول لهم أنحني لكم لما قدمتوه للعراق. أنتم فخرنا وعزتنا. المطلوب أن نعمل بكل جد على دعم وزارة التربية. الوزير يحضر اجتماع مجلس الوزراء، ودائما لما يصير الموضوع يخص التربية أخذ الموضوع بكل جدية، لأن أعتقد الموضوع حساس بالنسبة لي شخصيا كرئيس وزراء. من غير معقول أن أبحث عن كرامة عراقيين وأخفي موضوع الاهتمام في جانب التربية. لكن يجب أن نعترف سوء الإدارة والفساد وعدم وجود قادة حقيقيين في التربية ساهم في تدني هذا المستوى، وكذلك ما قبل 2003 في الحصار وما بعد 2003 المعاناة قاعدة تزيد يوميا. ولكن يجب أن نأخذ خطوات صحيحة في دعم وزارة التربية، الكادر التعليمي، التربوي، المعلمين، بتوفير حياة تليق بهم بكرامتهم حتى يقومون بواجبهم. العلاقة بين المواطن والدولة علاقة حقوق وواجبات، كما على المدرس والمعلم والتربوي واجبات، يجب أن يأخذ حقوقه غير منقوصة، حقوقه بالحياة الكريمة، حقوقه بتأمين مستقبله هو وعائلته. فبكل تأكيد أوعدكم هذه الخطوات سنقوم بها لدعم الكادر التربوي في العراق. نعم هناك تقصير في السابق، هذا تقصير غير مبرر، أبدا غير مبرر أن يكون هناك تقصير في التربية، لأنه مع اختفاء التربية صناعة بيئة للعنف، بيئة للجريمة، وبيئة إلى فوضى في الأمن الاجتماعي. مرة ثانية أحييكم، أشكركم لحضوركم، أشكركم لما تقومون به لخدمة وزارتكم وخدمة بلدكم. قد تكون في بعض عندكم معوقات في البيروقراطية، في الإمكانيات المالية. نعم العراق يمر بظروف اقتصادية صعبة ومعقدة، لكن بكل تأكيد يجب أن يأخذ قطاع التربية والتعليم حيز كبير. كل الدول تحتفي وتفتخر بما حققته في مجال التعليم. يجب أن يكون في مستوى أو مصافي الدول التي تبحث عن مستقبل أفضل إلها ولأبنائها. أعرف مهمتكم مو سهلة، صعبة، بس أنتم قدها وقدود وتقد التحديات. مهم جدا ثقافة الوطنية تنعكس في المناهج التربوية. يجب أن نركز على المفهوم الوطني، الانتماء للوطن، الانتماء للعراق. بدون هالانتماء ما نقدر نصنع بلد. ترى الهويات أو البحث يحاول أن يبحث عن هويات عاطفية بس ليس على حساب العراق. بدون العراق ما نقدر نعيش ترى. فأتمنى يكون هناك جزء منهجية أو برامج التعليم منهاج الوطنية العراقية أو الهوية العراقية. كيف ننتمي للعراق؟ كليتك عراقي بغض النظر عن الانتماء القومي، المذهبي، الطائفي، الديني. يجب أن نعمل على تثقيف مجتمعنا وبلدنا على الهوية الوطنية العراقية. خلينا نهتم بالحياة. ثقافة شلون نكون عندنا انتماء للحياة حتى تكون منتجين. عندما يكون عندنا استسلام لثقافة الموت التي يحاول يصنعها البعض، السلاح من فرد خارج إطار الدولة، جماعات الإرهابية، الدواعش، دائما يوجهون إلى ثقافة الموت على حساب ثقافة الحياة. يجب أن يكون عندنا إيمان بالحياة، نتمسك بالحياة، لأن التمسك بالحياة يجبرنا
ومن واجبات ثقافة الحياة هو النظر للمستقبل، يجب أن نفكر في المستقبل.